مطار الكويت الدولي يقوم بإزالة جميع المركبات المهملة والتي مضى على وجودها أكثر من شهر في مواقف مطار الكويت استعدادا لتشغيل المطار بداية شهر أغسطس القادم. وإزالة كافة السيارات المهملة في المواقف ليتسنى المسافرين توقف في المطار. Day 2. لنا لا نأخر الشيخ صباح الأحمد الجابر بن مبارك الصباح، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه، اذهب البأس رب الناس واشفه، وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذا واجد رايدين من عيد القاف، شو الاشير، شو الاشير على البحر، شو الجتات، جتات فوق صاروا متر متر تحت، سحب الرمل كله، شو الاشير، شو الاشير هناك، شو الاشير. Day 3. انا هالقطعه حاطيك شغله ومقابلها 100 دولار بس بدي اياك تخلصها تمام. تمشي بنادر عشان نشوف هذا مال طلبات. اي تكلمت انت، يقول دش الابلكيشن مال طلبات راح تلقى شيء اسمه طلبات ايلاند، تضغط عليه وهذول كلهم مال توصيل الجيت سكيات. اطلب من طلبات الايلاند واحد اسمه الطراد رقمه واصفد او يوصلون الى الشارع مالك وببلاش، كل شيء ببلاش، كل المطر كل الاكل ببلاش. You're in violation of unlawful assembly. You
You are ordered to cease your unlawful behavior and disperse peaceably.